شباب 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 جونيور كله ركزوا معايا. هل يا بطلتي ركزوا معايا دلوقتي يا ميس. الميس قالت لي ان انا عندي ايه الفيرب. الفيرب يا ميس بيحصل له ايه التشينج. بيحصل له ايه التشينج. بيتغير على حسب مين التايم. يعني يسترداي غير توداي غير مين تومورو يا حازم. يسترداي غير توداي غير تومورو. يبقى التايم اتغير ولا ما اتغيرش؟ اتغير. قال لي يا ميس طب انا عندي اللاين ده بقسمه لثلاث حاجات. بقسمه لثلاث ايه حاجات. لحاجه اسمها باست وهنعرف يعني ايه, وحاجه اسمها بريزنت, وحاجة اللي ميس اسمها ايه؟ فيوتشر. يعني ايه ميس الكلام ده؟ لو انا عايزة اتكلم يا كارما على action happened and finished, حاجة خلصت وانتهت, بقول عليها ايه؟ past. بقول عليها ايه؟ past. يبقى الباست ده ميس ايه؟ action happened and finished. يعني ايه ميس happened and finished؟ خلص خلاص. خلص ايه؟ خلاص. قال لي طيب يا لينا, طب يا ميس لو عايز اتكلم على اكشن هابنز ناو, حاجه بتحصل ناو, ينفع اتكلم على بالباست؟ نو. هتكلم بمين؟ بال بريزنت. بمين؟ بريزنت. طيب يا ميس الفيوتشر ده ويل هابن. يعني ايه ويل هابن؟ لسه ها يحصل. لسه ها يحصل. ينفع استخدم الباست؟ نو. ينفع استخدم البريزنت؟ نو. هستخدم حاجه اسمها ايه؟ فيوتشر. يبقى الفيوتشر ده ميس اكشن ايه؟ ويل هابن. ويل هابن. قال لي طب يا ميس دلوقتي لو عايزه اتكلم على الديلي روتين بتاعي, يعني ايه يا حازم ديلي روتين؟ الحاجه اللي انا بعملها ايه كل يوم. الحاجه اللي انا بعملها ايه كل يوم. ينفع استخدم الباست؟ نو. هستخدم حاجه اسمها بريزنت سيمبل. هستخدم حاجه اسمها ايه؟ بريزنت سيمبل. يعني ايه يا ميس البريزنت سيمبل ده؟ ده جميل جدا. قال لي يا ميس ده انا بستخدمه قدامي ان انا بعمل الحاجه دي ايه على طول. بعملها ايه على طول؟ يعني يا ميس اي جو تو سكول, هو انا بعملها مره بس ولا على طول؟ على طول. هو انا ميس بعمل براش لماي تيث على طول ولا مره واحده بس؟ على طول. على طول. طب انا يا ميس فيزيت ماي جراند ما, بزور الجراند ما على طول ولا مره واحده؟ على طول. يبقى هستخدم البريزنت ايه سيمبل. هستخدم البريزنت ايه سيمبل. ازاي؟ قال لي يا ميس البريزنت سيمبل ده انا هقسمه كام فريق؟ فريقين. كام فريق؟ فريقين. كام فريق؟ فريقين. فريق مع الهي والشي والإت أو أي حاجة إيه؟ سينجولر أو أي حاجة إيه؟ سينجولر. يعني إيه سينجولر؟ وان. يعني إيه سينجولر يا لينا؟ وان. يبقى الهي والشي والإت دول فإيه؟ دول فريق. دول إيه؟ فريق. دول إيه؟ فريق. والفريق التاني يا ميس اللي هو مين؟ I, we, they, you. I, we, they, you. أجين الميس بتقول لي أنا هقسم لكام فريق؟ تعالي كده الهي والشي والإت أو أي حاجة إيه؟ سينجولر او اي حاجه ايه سينجولر. هي الاي مش سينجولر ليه ما راحتش معاهم؟ مش الاي سينجولر؟ لا. ليه ما جاتش مع الهي والشي والايد؟ ها مين عارف؟ عشان يا ميس الهي والشي والايد دول سينجولر ايه ابسنت. يعني سينجولر ابسنت مش موجودين. لكن ينفع اقول اي وانا مش موجوده؟ لا لا ما ينفعش. فعشان كده هي مش ايه مش معايا. تمام. قال لي طب يا حازم الفريق الاولاني. الفريق الايه الاولاني الهي والشي والات بيحبوا يا ميس الفيرب اللي وراهم. بيحبوا الفيرب اللي ايه اللي وراهم. بحط له اس. بحط له ايه اس. بحط له ايه اس. لكن الفريق يا ميس الثاني الاي والدي والدي واليو ما بحطلوش حاجه. الفيرب ايه انفينيتيف. يعني ايه ميس انفينيتيف يا لينا؟ يعني ايه يا كارما؟ يعني ايه يا حازم؟ يعني ايه يعني ايه انفينيتيف؟ انا عندي بلاي وعندي بلاين وعندي بلايد. تمام. قال لي طب يا ميس الانفينيتيف الفيرب ولا بيحب الاس ولا بيحب الاي ان جي ولا بيحب الايه الاي دي. يبقى الانفينيتيف مين؟ بلاي. عرفتوا يعني ايه انفينيتيف؟ وذاوي تاني اديشن. وذاوي تاني اديشن. واتس يور نيم؟ طب انا عايز اقول لك اختصار. اقول لك ايه؟ قول لي مين الانفينيتيف؟ اور واتش or watching or watched. مين فيهم الانفينيتيف؟ ها watches or watch or watching or watch watched. one or two or three or four. two. excellent. عرفنا يعني ايه انفينيتيف؟ yes. طيب تعالوا كده نشوف. يعني انت يا ميس بتقولي هي او شي او ايه or any singular او اي حاجه ايه؟ هو انا كده بجمع الفيرب؟ لا انا بعرف اللي قدامي ان انا في البريزنت ايه سيمبل. يعني الحاجه دي انا بعملها ايه على طول. على طول بعملها ايه على طول.
بس خلي بالك هو الفيرب بزود له اس بس؟ قال لي لا. وكمان او اي اس او اي اس بزود له يا ده يا ده يا ده. وهنعرف دلوقتي امتى بحط الاس وامتى بحط الاي اس وامتى بحط مين الاي اي اس. انا كل ده بعرف اللي قدامي ايه، ان انا في البريزنت ايه سيمبل. انا عايزه اقول لينا، بصوا كده ادي لينا، لينا سيمبلر. هقول درينك ولا درينكز؟ درينك. لا عشان drink. لينا سيمبلر هتاخد الايه، يبقى لينا درينكز جوس. يبقى لينا لما تقول لي كده لينا درينكز جوس يعني هي بتعمل حاجه دي ايه على طول، بتعملها ايه على طول. قال لي طب يا ميس هو انا امتى احط الاس وامتى احط الاي اس وامتى احط الاي اي اس؟ ركزوا معايا هنا عشان الحته دي ايه مهمه، الحته دي ايه. قال لي يا ميس انا بحط الاي اس لو الفيرب اخره اس اس سي اتش او اتش. لو الفيرب اخره الليترز دي هحط مين اي اس، لو الفيرب اخره الليترز دي هحط مين الاي اس. انا مش بجمع الفيرب، انا بعرف اللي قدامي ان انا في البريزنت ايه سيمبل. عايز اقول حازم واتش تي في افري داي، بيتفرج على التي في ايه كل يوم، يبقى دي يبقى دي هابت عاده بيعملها ولا مش هابت؟ بيعمل على طول ايه كده. هقول يا ميس بصي حازم اهي وادي ورد ايه واتش، واتش اندت بالايه بالسي اتش، يبقى يا ميس على طول هحط ايه اي اس. تبقى حازم واتش تي في. ادي يا ميس حازم السبجكت، وادي عندي مين الفيرب، وادي ايه الاوبجكت بقيت السنتنس اللي ايه اللي عندي. لينا كده اتشطرت وبقت تغسل لماما الايه الديشز. هقول لينا ووش، خلي بالك يا ميس دي ووش دي ايه اندس بالايه بالاس اتش اي اس اي اس. برافو عليك، تبقى ووشز ديشز. برافو جونيور 2. تمام طيب جت كده افري داي. هقول مريم جو يا ميس، خلي بالك جو اندس بمين بالاو، يبقى بوت ايه اي اس. برافو عليك، يبقى مريم جو تو سكول. ده ايه مارتي، قال لي خلي بالك يا ميس انا هعمل ايه، هعمل فيكس. يعني ايه فيكس؟ هصلح التشير. ادي فيكس يا ميس اندس بمين بالاكس، تبقى فيكسز ذا تشير. في مشكله كده؟ عرفنا ان انت هتحط الاي اس. طب انت يا بقى يا ميس هتحط الاي اي اس؟ قال لي سهله يا ميس، لو الفيرب اندس بمين بينتهي بمين بالواي، والليتر اللي قبليه ايه كونسونانت. يعني ايه كونسونانت؟ ما انا عارف يا ميس ان الاي اي اي يو او بقول عليهم ايه فاولز، بقول عليهم ايه فاولز. اي ليتر تانية بقول عليها كونسونانت، اي ليتر تانية بقول عليها ايه كونسونانت. قال لي يا ميس يبقى اف ذا فيرب اندس وذ واي، لو الفيرب بينتهي بمين بالواي هعمل كانسل الواي، هشيل مين الواي وبوت اي اي اس. جت كده حازم كده قال لي يا ماما انا هذاكر كل يوم، هذاكر ايه؟ بصي يا ميس خلي بالك ادي ستادي يا ميس اندس بمين؟ بالواي، والليتر اللي قبليها ايه؟ كونسونانت، يبقى هتبقى ستاديز. فاهم كده يا مرتي ولا مش فاهم؟ تمام؟ طب يلا معايا كده هقول هنا مارتي كراي، لا او هقول تروي. تروي دي كده صح ولا غلط؟ هعمل فيها ايه تروي؟ هعملها استني ها، هعمل تروي فيها ايه؟ هزود اي اس ولا ماي اي اس؟ ولا اي اس؟ طب هي في ليترز، الواي دي من الليترز اللي احنا حطيناها ولا يا ميس ده اخرها واي وقبليها كونسونانت؟ ها يبقى هكنسل الواي واحط ايه يا ميس؟ اي اي اس. تمام في مشكله كده؟ عندي يا ميس فيرب كاري، خلي بالك يا ميس ده اندس بمين؟ بالواي، بس الليتر اللي قبليه هكنسل الواي وبوت وات اي اي اس. في مشكله كده؟ لا انت بقى احط اس، اي حاجه غير دول بحط اس. مش فاهم يا ميس، يعني كلمه رن هو الفيرب ده اندس بالليترز دي؟ لا اندس بالواي؟ لا. يبقى
بالعبوط is runs. كلمة right هي right يعني تأنت بالورد دي بالواي بالعبوط is. فهمنا كده؟ طب يا ميس play يا ميس خلي بالك تبلاي اندس بمين؟ بالواي بس قبليها ايه؟ فاول ما ينفعش اشيل مين؟ الواي هسيبها واحط اس لو الواي قبليها فاول مش هشيل مين؟ الواي هسيبها واحط مين؟ اس الكلام ده مع مين؟ مع اي وي ذي يو ولا هي وشي وات؟ هي وشي يبقى الهي وشي وات او اي حاجه ايه يا ميس؟ سينجل بنحب الفيرب اللي وراه يا اما اضيف له اس يا اما اي اس يا اما اي اي اس امتى يا ميس بحط الاي اس؟ اف ذا فيرب لو الفيرب اندز بمين؟ بالليترز دي طب امتى يا ميس بحط الاي اي اس؟ اف ذا فيرب اندز بمين؟ بالواي وقبليه ايه؟ كونسونت بعمل كانسل لمين؟ للواي طب افرضي يا ميس الفيرب مش اخر الحاجات دي خالص مين؟ اس تمام؟ في مشكله كده؟ يعني انا يا ميس بصي كده